غالبا اللي يخطى عليك واللي يستفزك واللي ينتقدك انتقاد الوصي هو ما يرى لك خيمة، يراه المتفضل عليك. لا تعتقد أن يستشعر جهدك ولا وقتك ولا مدافعتك عن الفضيلة ولا ترفعك عن رذائل الشهرة. لا تعتقد أن يستشعر مراعاتك لمتابعة الطفل أو المراهق أو المرأة أو المسن أو الكبير أو الصغير. ما يستشعر. خطأ المتكرر هذا يؤثر على نفسيك، يؤثر على مزاجيتك، يؤثر على طرحك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخباركم يا جميلاتي، يا رب بخير وصحة وعافية. وحشتوني واشتقت لكم قد الدنيا. حياكم الله معاي فيديو جديد ويوم جديد. لايك صغير يشجعني ويدعمني. جيبي حاجة تشربينها ويلا معاي نبدأ الفيديو. أول حاجة أحبكم في الله ولله، الله يسعدكم والله يحفظكم. اليوم معانا كذا روتين لطيف خفيف، يا رب أنه يجوز لكم. طبعا هذا الروتين بادي معاي من الليل، روتين مسائي كذا، تعالوا نقضيه مع بعض. أول حاجة كان هذا يوم الاثنين، طبعا أنا سارون أروشها مرتين بالأسبوع، خلاص مرتين، يوم الاثنين ويوم الجمعة. اتفقنا بنات؟ مرتين بالأسبوع سارون تتروش، الاثنين والجمعة. ليش يا بنات؟ لازم الطفل يتروش مرتين باليوم، يتروش مرتين بالأسبوع. أوقات يا بنات أوقات لما أحس إنها عندها حصة رياضة ورجعت مستهلكة يعني معرقة، أروشها مرة ثالثة. خلاص كذا. فأول حاجة وريتكم الشامبو اللي سألتوني عليه بالمنتدى، ما شاء الله عن شعر سارونا وش الشامبو. قلت لكم الشامبو اللي استخدمه نوعا ما عضوي، اللي هو قرنيه باللوز العضوي، خالي من السلفات وخالي كمان من البيرابين. وبرضو كمان استخدم لها جونسون، لأنه جونسون يا بنات في نسبة جونسون غسول الجسم جل استحمام، في نسبة قتل البكتيريا. وبرضو كمان عندي لايف بوي أبدل بينهم. روشت خلاص وخلصت كذا، وبعدين أبدأ أرطب جسمها. هذا المرطب حق سارونا بنات كيو في. أنا عندي سارة بشرتها حساسة 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 إلى أبعد الحدود، حساسة تخيل قرصة ناموسة أي شيء يبين فيها ما يروح. تمام، بشرتها مرة حساسة. بديت كذا أرطب جسمها وأرطب رجولها. طبعا في أشياء رطبتها بس ما طلعتها معاكم بالكاميرا، سارة تقولكم حطوا اللايك. تشوفون تشوفون إيديها والله العظيم غريبة البنت، شوفوا أنا مشغولة بإيديها وهي مشغولة باللايك. طبعا صباح كانت بعالم آخر، كانت جنبي، بعد شوي قامت تبكي جاعت يعني، فمشيتها يعني. المهم بديت كذا. طبعا لايف بوي، مو لايف بوي عفوا، كيو في اللي عندها بنوتة بشرتها حساسة، أنصحك كيو في كمرطب، لأنه يا بنات يعتبر طبي، كيو في مرطب طبي. خلاص بديت كذا. طبعا قصيت أظافرها برضو، تمام أظافرها أشيك عليها وقصها، ما أحب أظافرها تكون طويلة نهائيا نهائيا. أنا قلت لكم سابقا النظافة للأطفال حيل مهمة يا بنات، حاولوا على قدر الإمكان يعني يكون الطفل نظيف، لأن الطفل يعكس أمه. أنا ما أقول أبوه يعكس الأم، لأن الأم هي اللي تعتني بالنهاية بأطفالها. هذه طالة طبعا وأنا صغيرة مع سارة لازم أبودرها لازم لازم. الحين حاطة هنا بالمية بخاخ مي، وكلكم شكرتوني على هذا المرطب حق ترطيب الشعر. بنات تجيبين علبة مي تحطون فيه مية وتحطون فيه ماسك قرنيه العضوي، وريتكم إياه أكثر من مرة، تحطونه داخل مي وتخضونه ورشوا فيه على شعور بنوتاتكم، صحي وآمن وعضوي. وبرضه كمان يفك التشابك. طبعا انا غلط امشط شعر ساره في ميه هنا، بس كنت مستعجله يا بنات واريد انجز. تمام، رشيت على شعرها مي كذا، وابغى ابدا الحين امشط شعرها. بخصوص شعر سارونا جتني اسئله كثيره ام ساره وش الزيت اللي تستخدمينه. انا غالبا استخدم زيت رواء الرعايه، وفي زيت يا بنات حاليا انا استخدمه اسمه زيت اوم. تمام، الزيت هذا برضه حلو للشعر اللي حابه تاخذه. بيطلع معاكم كمان حاليا زيت الوجه بعد شوي. زيت أم يا بنات مناسب حيل كمان للأطفال، وأنا أستخدمه لسارونا برضو على شعرها. الزيت طبيعي 100%، الزيت نقي مصرح من هيئة الغذاء والدواء. تمام، طريقتي يا بنات بحط الزيت على الشعر أوزعه. قلت لكم أنا الزيت أخليه من ساعة ونص إلى ثلاث ساعات، وبعدين أغسله مرتين بالأسبوع. خلاص تزيت حيل مهم حيل مهم يا بنات، والزيت بإذن الله تعالى راح يعجبكم. ريحة الزيت مناسبة، ريحته تقريبا كذا أعشاب الزيت. شو سارة، الزيت بيناسب بإذن الله تعالى شعور بناتكم، بس خلوه من ساعة ونص إلى ساعتين. الزيت يا بنات طبيعي 100% وآمن، وحاليا يا بنات عليه عرض باليوم الوطني، للي حابة تطلبوا اطلبوه
ولا تنسون أم سارونا من صالح دعاكم، هي مجموعة زيوت طبيعية وآملة على الشعر، خلاص تقوي الشعر تنعم الشعر، ومن أول مرة أصلا راح تحسين أنه الشعر فيه لمعة، راح تحسين أنه الشعر قوي من أول مرة وفيه لمعة. بديت كذا أمشط شعر سارة، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن شعرها ما شاء الله، ترى العام كان كنت قصته إلى كتفها، العام كان نفس الطول قبل العام وقصيته إلى كتفها العام، وشوف السنة هذه ما شاء الله تبارك الرحمن. التزييت يا بنات أوكي الجينات لها دور، بس التزييت حيل حيل مهم حيل مهم. خلاص بنات طبعا أنا كنت هنا بنات من زيت شعر سارونا من نفس الزيت، وبعدين غسلت شعرها زين زين وبعدين ضفرته. تضفير يعتبر أحسن شيء للأطفال، احسن حاجه للاطفال بخصوص الزيت. بخلي لكم رابط الشراء تحت لا يفوتكم يا بنات، من قلب اقول لكم لا يفوتكم. وبيطلع لكم الحين كمان زيت الوجه، انا استخدمه في عندكم زيت الوجه وكمان عندكم زيت الشعر. خلاص كذا خلاص ضفت شعر سارونه، عطرتها من عطورها، عطور هذا والله ما ادري منين كنت ماخذته، ما ادري اتوقع كان من درعه، اتوقع هو عطور اطفال اتوقع. خلاص رشيت العطور كذا، وبعدين يا بنات صبوحة كانت هنا خلاص قد وصلت لمرحلة انه شيليني، كانت بالمرة بالمرة تبكي، حيل كانت تبكي. خذيت صبوحتي كذا، وبعدين يا بنات ابغى اروح المطبخ بسوي لها حليب. واحدة سألتني عن حليب صباح نان، انا استخدم الصبوحة نان، نفس الحليب اللي سبحان الله سارونا مشى معاها اللي هو حليب نان. تمام بديت كذا احط لها تدرون انه نان انا ولدت بمستشفى بريدة، سارونا ولدت بمستشفى بريدة، بس صباح لا هنا بسكاكة. يوم كنت بمستشفى بريدة الحليب اللي وزعوه علينا بالمستشفى كان نال، الرضاعات يجيبونه كذا مختوم عليه شركة نال، مرة مرة حلو الحليب. بس في حال جاء ولدك إمساك حولي من نال، أنا صباح صراحة ما جاها بس صار جاها، حولي من نال إلى نان كومفورت لين يرجع ترجع يعني يرجع التخليج كرمون عادي، بعدين ارجع النان العادي. تمام خلاص كذا قعدت كذا بالصالة ارضع كذا صبوحتي، وهذه صارونا كانت عندي متحممه. هنا الوقت كان يا بنات تقريبا كان اخر العصر، تقريبا كذا كان اخر العصر. طبعا صباح حبيبتي كانت تسنن وسوي اليوم خلطه للتسنين، واحده مدحتها لي روحي الله يا ربي يوفقك وين ما تروحين، كثر ما ساره صباح عفوا استفادت على الخلطه. دخلت غرفتي كذا قعدت مع البنات، حطيتهم شويه اغاني اطفال، وبعدين يا بنات دخلت المطبخ ابغى اسوي العشاء. طلعت من الدجاج اللي كنت انا حاطته بالفريزر، هذا بنات الدجاج متبل وخالص، بسوي لهم سندويشات اليوم. الدجاج هذا اقطع دجاج فيليه، احط عليه يا بنات شويه زبادي، شويه خردل، شويه فلفل، شويه ملح، شويه بهارات دجاج فقط، هذه الاشياء اللي احطها. اخلطها زين زين، اعبيها باكياس وبالفريزر. لا بغيت طلعت وطبخت، طلعت مقلايتي كذا، ويلا تعالوا معي يا حبيباتي نسوي اسهل وألذ سندويشات، جربوها لذيذه وذايبه ذايبه من قلب. حطيت شويه زيت زيتون، المقلايه هذه كانت من كراجة هوم، تجنن يا بنات حيل حلوه. خلاص حطيت الزيت، والحين تعالوا معي بنزل كذا بقطع الدجاج. تمام طبعا الدجاج انا طلعته فتره تقريبا شغلت 10 دقائق فك على طول لانها مو فوق بعض، وبعدين خلصت لي كم شغله ورجعت. يلا نزل الدجاج والمقلاة، كنت مطلعة كيسين بسوي لهم سندويشات. في حاجة مهمة يا بنات بخصوص الخلطة هذه، ضيفي خردل، الخردل يفرق، يعطي الدجاج طراوة طراوة، نسيت هذه الكلمة اللي بوصلها، يعطي يا بنات الدجاج طراوة، فلا تنسين الخردل في هذه النقطة مرحلة التتبيل. خلاص خليته كذا يذوب مع نفسه، غطيته عشان ما يطشر. والحين باخذ بصلة، البصل عادة أخذ بصلة كبيرة، بعلمكم الحين استراتيجية أم سارونة. تمام طلعت البصلة كذا، وأبغى أبدأ الحين أقطعها. طبعا بخصوص البصل أنا أم سارة أطلع حبة كبيرة أستخدمها مرتين، واحدة أحطها مثلا على العشاء ولا الغداء، والنص الثاني أخليه للطبخة الثانية عشان ما قاعد أقطع كل شوي. فهماتني؟ معلش على الصوت، صبوحة في صوتين بالفيديو، أنا وصباح، صباح حجري. صبوحة قولي لهم يلا سبوحة، يلا سبوحي سبوحة يا دميلة. تلمس خدي، أعرف صباح إذا بغيت تعبر عن الحب أنا ولا أبوها، هي تلمسه مع دقني ولا تلمسني مع خدي، فأعرف أنا يعني مرحلة حب كبير. خلاص الخلطة، واحدة قطعت بصل صغير وحطيته بالثلاجة قد طبخته خلاص سويت عليه كبسة، والثانية قطعته جوانح كبيرة. تمام بنات خلاص شايفين، ابغى ابدا كذا اقطعه قطع كبيره علشان احطه على الخلطه. جبت علبتي حلو، وابغى ابدا الحين اعبي فيها البصل هذا، ادخله للثلاجه شايفين، اسوي منه طبخه ثانيه. خلاص قد مقطع عندي وخالص،
والثاني لا بحطه على العشاء. تمام بنات خلاص هذا كذا للثلاجة. الحين كان على ما يستوي الدجاج، لازم الدجاج يستوي وينزل المي حقه. أبدأ كذا، كان عندي شوية مواعين قلت طبقيها يا إلهام، طبقيها يعني رجعيها مكانها. خلاص كذا رجعت كل حاجة مكانها ورجعت الصحون زي ما قاعدين تشوفون بنات، رجعت كل حاجة كذا مكانها زين. والحين رجعت كذا أكمل أرتب الطاولة. هنا كان عندي شوية حوسة، رجعت علبة صباح، هذا الدلو الأحمر غالبا أمسح فيه الأرض. سألتكم على أفضل ممسحة للأرض، الأغلب أجمع على ريبال، قالوا لي ريبال يا أم سارة، برغم أن أختي ما تمدحها، أختي ما تمدحها، ماني عارفة أفكر أخذ فيلدا، لأن فيلدا لها تجارب معي حلوة، فأفكر أني أخذها. يعني الدلو الأول اللي كان معي برضو كان من ساكو برضو، لكن بجرب بروح لساكو بشوف يعني، لأن أما الشهر الجاي عندنا مشتريات شوي للمطبخ بوريكم إياها بإذن الله تعالى. من الشهر الجاي بنغير ديكورات المطبخ إن شاء الله، ومن ضمنها بجيب شوية مشتريات المطبخي. رجعت كذا للدجاج تشوفوا كان نزل المية حقته، خلاص المية نزلت حلو. نبدأ الحين عاد نحرك، لازم المية تنزل، إذا ما نزلت يا بنات ما أدري أحس الدجاج يزنخ، ما أدري وشلون يعني. بديت يا بنات كذا أحاول إني أقطع الدجاج، أبغى أشوف استوى ولا لا. من جد جربوها تفك أزمة. أنا أحب الطبخات العشاء، غالبا قلت لكم أنا عندي خفايف على العشاء، أسوي صينية شاورما، أسوي بطاطا بالفرن، أسوي سندويشات، أسوي برجر، أسوي شاورما. يعني أمس سويت لهم سندويشات جبنة، حطيتها حطيت معاها ذرة وفلفل رومي، وحطيت معاها بندورة وبقدونس، طلعت مرة زينة كذا خفايف على العشاء. الغداء لا، الغداء دسم يعني. كان عندي شوية مواعين، حسيت الدجاج يبغاله لسه شوي، لما يستوي ثلاث أرباع استوى برجع له. تمام بهذه الأثناء لازم تشتغلين طبعا، ما ينفع إيدك تكون فاضية. كان عندي شوية فناجين قهوة ودورة القهوة كذا دخلتهم بس الجلاية الأطباق. اللي يسألوني على المجفف والله يا بنات ما تصلح إلى الآن، بيجون بإذن الله تعالى بعد بكرة الأحد يصلحوا يركبون الهيتر، نشوف عاد. هذا الدجاج خلاص نشف المي حقه، طلع اللون بمرة زين. سبوحة صحة يا ماما، صحة يا حبيبي. أنا يا ربي يا بنات نقطة ضعف في بناتي بناتي بناتي، إي والله الله يا رب يحفظ عيالكم ويحفظ يا رب بنياتي. صحة 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 سبوحي. المهم بنات حطيت البصل قلبته كذا، شوفوا البصل تحطونه بالمرحلة هذه، ما تحطونه بالبداية، البصل لازم يكون فيه قرشة شوي يعني، يقرش لما تاكلينه تحسين كذا في طقطقة للبصل لما تاكلينه حلو يعني. المهم قلبت كذا البصل بالدجاج خلاص زين، كذا تقلبينهم مع بعض. البصل نبغاه بس يذبل، بس ابغاه يذبل يا بنات المرحله هذه، ما ابغاه بس ابغاه يذبل شوي، ما اريده يستوي. شايفين الحين بحط حبيبات قلبي عندي مكعبين جبنه. تبغين تحطين جبنه سايله كيفك، بس انا حطيت مكعبين جبنه بيعطونها لذاذه يودونها بنكهه ثانيه. بس انا الجبنه السايله قطعتها من بيتي، والجبنه اللي قاعده احطها جبنه ياسمين منتج سعودي وريتكم اياه. هنا عندي كمان فلفل رومي، بحط فلفل رومي شوي، فلفل رومي هذا انا فرسته، بنزل كمان شوية فلفل رومي مع الجبنة. شوفوا تحسون الفلفل الرومي والبصل بس يذبل ذبلان، ابغابه كذا قرشة شوي. بدلت الكيس حق البصل، كان الكيس مشقوق حطيته بكيس زين كذا عشان ما يتكبكب بالفريزر عندي. وسو تراعين ماما انتي، وسو حبيبة ماما انتي، وسو وسو سبوحة. ايه انا حفكي، انا حبكي يا دميلة، حبكي يا دميلي. قلبت كذا شوفوا الفلفل الرومي خلاص، وضفت يا بنات شوية مي، بس شوية لا تكثرين عشان تذوب الجبنة، بس شوية بعدين بحط زيادة فهميني. الحين احط زيادة، لازم تحطين شوية مي بالخلطة هذه عشان يعطي بنات تطلع ذايبة. فهميني ايش معنى ذايبة؟ ذايبة قطمة. طبعا الدجاج المستخدم هنا مش داري، المستخدمة طيبة، هنا دجاج طيبة حلو كمان، برضو كمان دجاج طيبة حلو، ويجيكم مكيس كل ثلاثة صدور مع بعض بكيس يجيبوا لكم اياهم. من مرة عجبني وريتكم صورته بالمشتريات، من مرة كان زين يعني وقتها. خلاص الحين يا جميلاتي ها صباح، غطيكي ماما كأنها نعست، غطيكي حبيبتي ها حبيبي سبوحي. يا ربي يا بنات نقطة ضعفي الأطفال، اي والله العظيم أم سارة نقطة ضعفها الأطفال. أنا الأطفال من الأشياء اللي نقطة، يا أخي أحب الأطفال، كل الأطفال أحبهم سبحان الله العظيم. المهم قلبت كذا الدجاج، شوفوا بنات الخلطة طلعت تجنن تجنن، لسه ما قضينا ترى ما خلصنا. شايفين
لين تطلعي بنات كذا تحسون انه خلاص كل شيء اندمج مع بعض. طبعا زي ما شفتوا اضفت شويه صلصه، قمت كذا اقلب الدجاج وحطيت شويه ميه، تمام. بعد كذا تغطينهم وتخلين الدجاج يشرب كل الميه حقت الصلصه اللي نزلت. انا ما احب احط بندوره بالخلطه هذه، ما ادري، ما احب احط بندوره، احس البندوره غالبا مع الدجاج كذا تزنخ تزفر، ما ادري شلون يعني. حلوه تطلع زينه بس انا مساره ما احبها. شايفين كيف بنات؟ خليها كذا لين اتاكد ان الميه تقريبا انشفت، بس مو كلها، خلي تكت ميه، بيطلع طري وذايب. والله يا بنات طلع ذايب ذايب، في مش معنى ذايب كذا كانه زبده، شايفات شلون؟ خلاص ابدا الحين كذا اغطيه واخليه بنات. خلاص هذه المرحلة اللي ابغى اوصلها، بعد كذا بعد ما غطيته هذه المرحلة اللي ابغى اوصلها. كذا الدجاج كان ذايب ذايب. فيك تستخدمين صامولي، فيك تستخدمين خبز عادي، فيك تستخدمين خبز برجر اللي انت حابه، بس انا ام ساره قلت لكم فريزري ما يفضى من التورتيلا. خلاص بس اول شيء ابغى امسح الطاوله هنا، رشيت معقم على الطاوله ما فيها شيء بس عشان احط الخبز عليها يعني، بس انا قطعت البصل هنا زياده الخير خيرين اعقم الطاوله قبل ما اشتغل عليها. هذا معقم لان بخيت معقم مي، شويه صابون مواعين، عود قرفه، بسم الله عليك ماما، عود قرفه لهايتك، عود قرفه وشويه خل، تمام. الترتيلا بنات ما تفضى منها بيتي ابدا، ما يفضى سواء البر ولا العادي. بديت كذا اوزع شرايح الخبز، شايفات؟ كان هذا اخر ترتيلا عندي، باقي تقريبا 4 ارغفه. مقاضي الاسبوع الجاي باذن الله تعالى اللي هو يوم السبت، بتقضي الاسبوع اوريكم ايش خذيت. اللهم صل على محمد، بوريكم بجيب ترتيلا كمان باذن الله تعالى. بس انا بنات لقيت حاجه، تمام، افضل ترتيلا لقيتها وافضل صامولي لقيته بنات حق المزرعه. صامولي المزرعه حيل حلو، وخبز المزرعه واغراض المزرعه كلها حلوه. قسمت كذا طلعت لهم 5 حبات، طبعا 5 حبات يدوب يكفونهم بنات، لانه الترتيلا تعرفون مره حجمهم يعني مو مره كبير. ابدا كذا اوزع الدجاج، ذايب وذايب ذايب من قلب. الترتيلا ما خليتها تفك، هي بتفك حاليا من نفسها من حراره الدجاج. طبعا الترتيلا بنات تحفظونها بالفريزر، اذا حبيتي تذوبينها دخليها تكه للمايكروويف، تكه يا دوب تكه ما تطول، او على النار قلبيها. اوقات انا احطها فوق المقلاه، المقلاه تكون حاره عندي، احطها على حراره البخار طوال الترتيلا تذوب. خلاص يا دوبك تشم، لازم تشم شويه حراره ولا تراها بتيبس معك. خلاص بوزع كيل خلطه الدجاج هذه، شايفين؟ والله يا بنات لذيذه لذيذه من قلب. طبعا انا اعرفها اسويها اوقات لنفسي بطريقه صحيه، بس حاليا ما راح هذه صحيه اصلا بخبز بر، بس انا ما راح اكل لاني انا اصلا ما اتعشى، تمام. ما شاء الله احنا خلاص بنات قريب من 75، خلاص وبقى لنا شيء ندخل في الستينات باذن الله تعالى، باذن الواحد الاحد. خلاص بديت كذا انزل الدجاج، شايفين؟ احب اصراري، لازم يكون عندك انت كمان اصرار، تبغين تنحفين لازم يكون عندك اصرار، لازم. اي نعم حرمت من اشياء كثيره بالاكل بس ما متت، بالعكس علشان صحتي ما متت الحمد لله. بديت كذا اواسي الدجاج، شايفين؟ خلاص الان عندي خس مقطع شرايح، ابدا كذا احط خس. تبغين تحطين جرجير، تبغين تحطين بصل تخلطين معاه شويه سماء تحطينه كيفك. فيك تقطعين البصله تحطين معاه شويه سماء وتوزعينه فوق الدجاج. نعم ماما. تعالي وريني، امشي بنتي. ها وش؟ شوف خلاص فيكم بنات توزعون اللي انتم حابين فوق، فيكم جرجير وخس، جرجير لحاله ما احب الخيار معه صراحة، ما ادري. فيكم تحطون شوية جزر مبشور اللي تبون بس بالخس لذيذ. الحين جيت هنا باخذ الورق وابدا كذا الف السندويشات، لذيذة لذيذة ما بقت ولا حبة، كلوها كلها ما شاء الله تبارك الرحمن. عشا خفيف وسهل ومفيد برضو. ابدا كذا الف الصامولي الخبز، تمام. شايفين بنات اقفلهم كذا بالطريقة هذه وابدا الحين. خلاص طبعا سارونا هنا بالغالب سارة بالعشاء غالبا تاخذ عصير، ابو سارة شاي حلو. شوفوا لفيت السندويشات، ها صبوحة لفيتها بنات كذا كلها. اليوم يا بنات راحت علي نومة، ما ادري وش صار فيني، انا قلت اللي شافوا معي فيديو الصباح بيفهمون، انا ما نمت الا 3 ساعات. يوم صارت الساعة 4 قعدت انا وسارة ذاكرت لها شوي، بعدين قلت لابو سارة ابغى ادخل بس اخذ لي تمديدة على السرير، قال روحي. تخيلوا يا بنات ما فتحت عيني للساعة 8، مو انا اللي فتحت عيني، ابو سارة صحاني قال بروح صلاة العشاء. بسم الله عليك يا ماما، قال الهام بروح صلاة العشاء. لا حبيبتي لا، بسم الله عليك الرحمن الرحيم، فهمتوني؟
قال قومي بروح صلاة العشاء، أنا ما رحت صلاة المغرب خليتك نايمة، ما أقدر أخر الصلاة حقت العشاء، قومي. تخيلوا خلاني نايمة للساعة 2، قلت الله يسامحك يا زوجي، قلت لك نص ساعة. قال رحمتك، شفتك تعبانة، قلت خلها نايمة. مسك طبعا البنت عني وأنا نمت. خلاص بديت كذا أحط هذا بصحن وبس يا بنات، هذا كان عشان اليوم، عشاهم الله يربي يدوم النعم ما ظهر منها وما بطن، عشا خفيف وسهل. الآن أبو أعطيت سارة عصيرها وبسوي لأبو سارة شاي، فتحت السكرية كذا بحط له ملعقتين سكر. سبحان الله العظيم، أبو سارة صباح انعست، إذا انعست خلاص أعرف أنها تبغى تخمني، فهميني لازم تخمني إذا بغت تنام. يلا صبوحي تعالي، يلا حبيبتي صبوحة دميلة دميلة صبوحة. شفت انت امي يا بنات، شفت انت شاي غريب قسم بالله العظيم، ما ادري وش الشاي اللي عند امي. الشاي اللي كان عندها يا بنات غريب، ابغى اسالها وشو الكيسه حقت الشاي اذا تعرفونها، نفس الكيسه اللي فيها الشاي، تحسونها قماش وشفافه، تحسونها زي التفته كذا، ما ادري وشلون، ابغى اسالها. طبعا الفرن زي ما تشوفون حار، بس قلت اريد امسحه. المهم الفرن طبعا كان حار لسه، بديت كذا ألفه، قلت ما يخالف أريد أنجز، مو حار دافي دفاوة، فتحسون البخار قاعد يطلع منه. برضو كمان بنات مسحت فوق الفرن عشان لو طرطش شوي الزيت للضمان يعني، وأبدأ كذا الحين أمسح الفرن. هذه الفوط واحدة سألتني قالت لي أم سارونا وش أحسن فوط للطاولات، هذولا يا بنات اللي معي أفضل فوط البوليستر، أحلى فوط لتلميع الطاولات والفرن وما أدري إيش، والمرايا لازم يكون بوليستر 100%، لا مايكروفايبر ولا غيره، بوليستر 100% هو الأفضل. خلاص هو الأفضل. لمعت الفرن كذا خلاص بمنديل لأنه يعتبر قزاز طبعا، برضه كمان مسحت فوق الفرن وكمان مسحت الغلاية. واحدة كاتبت لي تعليق تقولي مواعينك وأغراضك زي كبار السن ببريطانيا، فرحت فرحت، أنت جيتيني على ذوقي، تقول اغراضك مواعينك نفس اللي نفس العجايز يعني كبار بالسن البريطانيات. قلت والله العظيم شيء يسعدني، يعني انا بالعكس هذا ديكور بيتي، انا اسعى للحاجه هذه، احب الديكورات الكلاسيك البريطانيه احبها. انا رحت بريطانيا على فكره يا بنات، كنا يوم نمر بالشوارع قلت لكم الشبابيك مفتوحه بنات، البيوت من جوا عالم ثاني، تشوفون الشموع على الطاولات، البيوت عتيقه كذا نفس نظام جدران بيتي، المطابخ عندهم شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي بيوتهم. خلاص الحين بشرب لي كذا كوب مي، كنت خلاص خلصت يا بنات وعطشانه وانجزت الحمد لله وطلعت، والله يا رب يعطيني الف عافيه ويعطيكم يا رب كلكم الصحه والعافيه. انتهت رحله المحاربه بالمطبخ. الحين هذا يا بنات زيت الوجه اللي اقول لكم اياه، زيت اوم حق الوجه، هذا هو حاليا يا بنات منزلين عروض على اليوم الوطني، لا تفوتكم. طريقه الزيت هذا انا بخلي ساعه على وجهي، طريقته يا بنات تحطين شويه على وجهك على بش وجه نظيف، تكونين غاسلة وجهك بأي غسول عندك، لو عندك بصابونة كيفك، بعدين تحطين هذا الزيت بأطراف براحة إيديك على وجهك، توزعينه مع رقبتك كمان، تخلينه لمدة ساعة وبعدين تغسلينه وترطبين بعده. الزيت هذا يا بنات يشيل لك أي تصبغات على البشرة. حلو، برضو كمان بديت أحس إنه يعبي الفراغات، بعدين فهمت إنه به نسبة كولاجين يحفز، مو بش نسبة كولاجين يحفز الكولاجين اللي بالبشرة، هذا من نفس شركة أو. بخلي لكم رابط المتجر تحت يا بنات بصندوق الوصف وأول كومنت مثبت، تمام؟ بخلي لكم الرابط موجود تحت، بس ارجوكم ارجوكم يا بنات الاستمرارية، لا تستخدم لي واحدة شهر تقول ام سارة ما استفدت، استمروا يا بنات استمروا اقل شيء شهر، عفوا 6 شهور، خليك مستمرة. طبعا هذا انتم زيت للوجه وانتم كمان زيت للشعر، فاهميني؟ انتم زيت للوجه وزيت للشعر، هذا زيت الشعر اللي قلت لكم عليه، شوفوه بنات، وبرضه كمان في زيت للوجه. بالحيل بالحيل يا بنات حلوات، سواء زيت الشعر ولا زيت الوجه، بس نصيحة أخت، نصيحة من أم سارة، خلاص أي زيت أي زيت بالبداية بالبداية، تبغين تستخدمين زيت خلي ساعة ونص، لا تخلينه 3 ساعات، فهمتني؟ اللي حابة تستفيدي من الزيت استخدميه مرتين بالأسبوع زيت الشعر، بس يا بنات خلوه مدة 3 ساعات، ساعة ونص بالبدايات، بعدين مع الأيام ومع الوقت خليه على شعرك 3 ساعات، بس بالبداية خليه ساعة ونص لا يزود يعني. خلاص كذا خليت الزيت على وجهي وبديت كذا ألملم، هذه عند طاولة الكوي كان عندي ملابس أبغى أصفطها، واللي على اللي صار هذه فوط قلت بغسلها بكرة بإذن الله تعالى في فيديو بكرة، قلت ما راح أغسلها اليوم، بغسلها معاكم في فيديو بكرة بروتين بكرة بإذن الله تعالى. شلت خلاص كل شيء، رجعت وجيت هنا طبعا حاطة المجفف والأغراض هنا، خلاص لما يتصلح بس مجففي الحوش، مشوار صراحة إني أطلع للحوش بنات،
مشوار، لو ما صباح عندي عادي من غير شر اطلع، بس صباح عندي سالفة صراحة اني اطلع، واوقات تبكي، اوقات والله اقعد اشر الملابس وانا بالارض، وانا وي بالارض. المهم بديت كذا اشيل الملابس كلها، طبعا معلش الفيديو هذا تاخر لكم اليوم ما نزل بدري، قلت خليه على السهرة لان اليوم جمعة وبكره سبت، قلت خليه على السهرة البنات السهرانات يتفرجون عليه. تمام بديت كذا اشيل الملابس اللي على المنشر وانا واقفه، يا بنات اغسل هذه عفوا اصفطها، هذه وجيه مخاد فهميني، بديت كذا اصفطها. المهم بنات كذا زي ما تشوفون صفطت كل حاجه، وبرجع كل حاجه كذا للدرج. هذه وجيه مخاد كنت مبدله مفرش السرير هذا، بس كنت غاسله مفرش السرير هنا شايفين، بس قاعد اشيل الاغراض اللي غسلتها برضو كمان، وبرجعهم للدرج وجيه المخاد على طول. حلو، لقيت عندي شوية كراكيب داخل الدرج، عاد عندي كراكيب هذا الدرج برجع أعزله ثاني مرة معاكم، حسيت في فوضى، بنعزله بإذن الله تعالى في فيديو بكرة، حسيت في فوضى مو مرتب، قلت رتبي يا أم سارة بفصل الخداديات عن وجيه المخاط، رتأتوه بينهم، الدرج حيل مسحوم، فعاد عندي مساحات فاضية ماني عارفة ليش حطته كذا ما أدري، دخلته كذا زي ما تشوفون رتبت الدرج وخلاص نسكر الدرج الحين. اللي وصلت المرحلة هذه وما حطت اللايك حطي لي لايك فضلا لا امرا، جزاكم الله الف خير. خلاص كذا الحين ابغى ابدا اشيل الملابس من على المنشر، كان فيها شويه مي، هذول اغراض صبوحه كان فيهم شويه مي. جينا الحين هنا للاستشوارات، هذا الدرج درج الاستشوارات حقي برتبه، بس اللي فوقه كمان وجيه مخاد برضو ابدخلهم. حلو ابدخلهم كلهم للدرج. بخصوص الاستشوارات بعطيكم خلاصه تجربتي بالاستشوارات، الخلاصه كذا على قولتنا كذا بنات الزبدة. تمام أفضل استشوار ممكن تستخدمينه لشعرك، أو أنا جربت كلارا، عندي كلارا، عندي سيترس، تمام عندي تقريبا عندي 4 5 أو 7 مدري الدرج مليان عندي. أفضل استشوار تستخدمينه وأفضل فير، تمام أفضل استشوار بالنسبة لي أنا أم سارة بيبيليس، هذا البنفسجي هو التوب بيبيليس، وأفضل فير يا بنات كلارا، هذا اللي بإيدي بيبيليس، شو ملزقتهم فوق خرب انفك معاي ومصلحته، هذا حق سيترس حلو كمان مو شين، في نظام حماية كويس برضو كمان، هذا اللي كنت جايبة من سيترس المجموعة كلها، كانت تقريبا المجموعة في 600 استشوار وفير وهذا اللي وش اسمه مليس، لاني ما استخدمه وش اسمه يا بنات المكوى حق الشعر وش اسمها كوايت الشعر، ما استخدم هذه مجرد ديكور عندي، والفير حقهم قليل، لكن فير كلارا والله حلو، حتى صارونا استخدم الهيا زين يعني. بديت كذا ارتب، تبغى تنامين جنب اختك؟ يلا تعالوا ناموا يلا. وين انام؟ ماما جنب هذه الوسادة حطيها وتعالي يلا. يلا صاروني. خلاص بنات جو صبوحة عرجولي قاعدة تنام خلاص، وسارة جت جنبها، يلا نامي ماما نامي. انا احبها اختي. تحبين اختك؟ يلا. يلا نامي. ماما بس تسولفين عليها علشان ما تصحى، اوكي؟ يلا. غطتها بعد، يا سلام ناموا هم الثنتين، والله ودي تشوفونهم، خليني اصور لكم صورة على الشاشة. الله يا رب يحفظ بنياتكم وعيالكم يا رب من كل سوء، واللي ما رزقها رب العالمين يبارك لها تخافين، ادعي الله سبحانه وتعالى تقربي من رب العالمين، اسألي المولى جل وعلا والله انه كريم وخزانه لا تنفذ سبحانه، كريم اذا اعطى يعطي بسخاء. هنا يا جميلاتي طلعت انا وابو ساره وسارونه والبنات، وين رحنا؟ رحنا في كان في عطار قريب من بيتنا، رحنا نبغى نجيب اغراض خلطه تسنين حقت صباح، واحده كتبت لي اياها واقتنعت فيها ورحت ابغى اسويها لها، ابغى اجيب الاغراض علشان اسويها للصبوحه، تمام ابغى اسويها للصبوحه، فطلعنا كذا في عطار عند بيتي خذيت منه بعض الاغراض بوريكم اياها الحين، وكمان بنسوي مع بعض يا بنات خلطه التسنين. حلو صراحة العطار حلو أسعاره بالمرة زينة عند بيتي، هذا موجود قريب من بيتي يعني، وبوريكم كمان خلطة التسنين علشان اللي عندها بنت قاعدة تسنن.
خذيت سكر نبات وخذيت مرة عشان بحطه على أسنان جدي. يا ربي أحب الحلويات هذه، في أحد زيي ولا لا؟ شوفوا كذا أحسها لذيذة، شوفوا أحسها لذيذة. هذه إيش؟ هذه شوكولاتة ولا إيش؟ هذا إيش؟ شوكولاتة؟ اوكي قهوة كبسولة. ايش قهوة بعد؟ تصدقون القهوة التركية اللي عندي قربت تخلص، باخذ قهوة تركية. بس انا بالعادة اخذ قهوة باي التركية، بشوف قهوة ثانية الحين. دائما احب اجرب الانواع الغريبة، فهمتوني؟ شوفوا هنا قهوة محمد أفندي محبها، في العميد، العميد حلوة بس ماني من عشاقها برضو، سعرها ترى مرتفع. لا نشوف الحين، لا فاتحة معها هيل، تحلش معها هيل. يلا شوفي ترى ما هي زي أسواق سكاكة هنا، هم يحمصون لقمتي ويقولون انها تركيه، هذه برازيلي، هذه جايب انها فرع من الرياض، يعني ما زي الاسواق هنا اللي يقولون كذا، هذا فرع من الرياض. اشوفها هذه، شوف لونها ذات حلو لونها. كم اللي ربع كيلو؟ 10 ريال. طيب اعطيني ربع كيلو بجربها وتحلي معها شويه هيل. الله يجزاك خير. الخلطه يا بنات هي كالتالي، اول حاجه هنا بعبي شويه معمول، كنت ماخذه معمول بر بالمرة، معمولهم زين بالمرة، في كذا تحسون في نكهة ما ادري وشلون، كان في مستكيا ماني عارفة، مو مستكيا الا مستكيا، في نكهة مستكيا حسيت بالمرة حبيته، فقلت اعبي العلبة هذه شوي على جنب. ليش؟ انا عندي مدرسة خصوصية تجيني السهرونة، فلما تجي حط لها من هذا المعمول نفس العلبة هذه. تمام يلا تعالوا معي الحين، ابغى اسوي معاكم خلطة الاسنان حقت الاطفال. تحطون يا بنات شوية محلب، شوية سكر نبات، شوية مرة، تطحنونهم مع بعض، تخلونها زي الفروك، تفركون في لثة الأطفال، نيرة الأطفال تستخدم مرتين باليوم يا بنات، استفادت عليها بنتي حي الحي اللي قالت لي الطريقة. الحين أطلع أتوقع الشاشة الصورة عندي، لحظة أجيبها. هذا التعليق اللي كتبت لي يا البنت، والله أني أقرأ كل تعليقاتكم، الله يسعدكم يا رب، الله يجزاكم ألف خير. حطيت لها شوية سكر نبات، تخلينا بعلبة عندك ولا بكوب ولا باللي تبين، واستخدمي لطفلك مرتين. بنات ارتاحت، ارتاحت من قلب، من جد من جد ارتاحت. الله يا رب يجزاكي ألف خير، وكلكم اللي قلتولي على الخلطة قريتها كذا مكان بعد كذا، الله يا رب يسعدكم، الله يا رب يجزاكم جنات النعيم ويحفظ عيالكم. خلاص شايفات، أبدأ أحط كسرة مرة، وحط كمان شوية سكر نبات، شوية محلب، المحلب كان مطحون، ما أدري بالدول العربية وش اسم الخلطة هذه، اكتبوا محلب ومرة واكتبوا بجوجل محلب، ما هو المحلب والمرة وسكر البنات تعرفون، وأكيد لها اسم ثاني عندكم مدينتكم. كذا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو، أتمنى تكونون حبيتوا الفيديو، وأتمنى تكونون استمتعتوا واستفدتوا، أحبكم من أعماق قلبي، الله يسعدكم، الله يحفظكم، الله يرعاكم. استنوني فيديو جديد، واستنوني بيوم جديد، واستنوني بقصة جديدة بكرة الصبح بإذن الله تعالى. خلاص أنا باقي لي 100 بس، وأدخل بألف أخت جديدة ما شاء الله تبارك الرحمن، منوراتني يا حبيبات قلبي ومشرفاتني، يشهد الله علي ويشهد الله على ما في قلبي. أني أحبكم في الله، أحبكم في الله ولله، يعلم الله مش كثر لما أقرأ أوقات تعليقاتكم. أدعي لكم اللي أم سارة أدعي لي، والله لو ما أرد تأكدوا أني أدعي لكم من كل قلبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه زي ما أدعي لكم من قلب طيب، الرب العالمين يسخر لي كل الناس الطيبة وكل الناس الأصيلة وكل الناس المحترمة. أشوفكم على خير بإذن الواحد الأحد. كذا أنا أقولكم رب اجعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك. من اللي قاعد عندي يستنى يقول مع السلامة؟ مع السلامة. من اللي يقول مع السلامة عندي؟ مع السلامة. تحبينهم يسارونا؟ يلا مع السلامة. بس أنا ما خلصت. طيب يلا سوي، شو أقول؟ طيب آخر شيء شو أقولهم سارونا؟ قول مع السلامة ولا نقول استودعتكم الله؟ استودعناكم الله. شطورة، كذا نقولكم يا بنات استودعناكم الله رب العالمين. يلا وش مو بسم الله. باي. مع السلامة.